السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: صراع التصريحات، إلى أين يقود الأحزاب؟ تصاعدت في الأيام الماضية حدة التصريحات بين الأحزاب الحاكمة في العراق. من جهة، شن التيار الصدري هجمة شرسة ضد الإطار التنسيقي عن طريق صالح محمد العراقي التابع لمقتدى الصدر في موقع تويتر، حيث هاجم كتلة صادقون بزعامة قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب أيضا، ووصف وزير مقتدى الصدر الكتلة بكتلة كاذبون وهاجم زعيمها. أيضا تطرق وزير الصدر إلى ثلاثة كتل ضمن الإطار التنسيقي، وهي دولة القانون، تيار الحكمة، وكتلة صادقون، وصفها بالثالوث الإطار المشؤوم. في المقابل، خرجت الواجهات الإعلامية للإطار التنسيقي للرد على ما ذكر عن طريق صالح محمد العراقي، وكان مقتدى الصدر قد دعا إلى مظاهرات مليونية يوم السبت القادم، لكنهما لبث أن تراجع عنها بحجة وجود محاولة من قبل الإطار التنسيقي لجر التيار إلى حرب شوارع وسفك دماء. فمن سيبدأ حرب الشوارع إن حدثت؟ ومن سيطلق الرصاصة الأولى؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركونا في حلقتنا لهذا الأسبوع من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن هناك تصعيد بالتصريحات، هناك محاولة لجر الطرف الآخر إلى حرب شوارع، هناك محاولة لإشعال العراق، هناك محاولة لإشعال الصراع، لكن ترى من سيبدأ هذا الصراع، ومن الذي سيجر الآخر إلى حرب شوارع وإلى اقتتال داخلي؟ هل هو الإطار التنسيقي أم التيار الصدري؟ دعونا نتابع مع حضراتكم بعض ما تم تداوله مؤخرا مشاهدينا الكرام بشأن الأحداث التي نتحدث عنها الآن. طبعا هذا ما نشر عن طريق صالح محمد العراقي أو وزير القائد في موقع تويتر، الذي تحدث عن الكتل المنضوية في الإطار التي يجب عليها كبح جماح الثالوث الإطار المشؤوم فورا. يقول: هذا الثالوث يلعب بالنار، وقد يكون من صالحه تأجيج الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام، أو المظاهرات مقابل المظاهرات. فإننا إن نتظاهر إنما نتظاهر ضد الفاسدين، فهل هم فاسدون؟ يتساءل. وإننا إذ تظاهرنا أو نتظاهر فإننا نتظاهر سلميا، وهم يتظاهرون بعنف ضد الأجهزة الأمنية وغيرها. وإننا إذ نتظاهر فإننا نريد إصلاح النظام، وهم يتظاهرون ضد الإصلاح وضد رئاسة الوزراء. وإذا كانت رئاسة الوزراء غير شرعية، إذن رئاسة الجمهورية أيضا هدف لهم لإسقاطها، وفي نفس الوقت هم يتظاهرون ضد رئاسة البرلمان أيضا، فأي شرعية وأي دولة يدافعون عنها؟ طبعا يستكمل الحديث ويشير هنا إلى نقاط تتعلق بقيس الخزعلي. كذلك يقول: إن فيكم شيخ الإطار، يقصد هادي العامري، وفيكم مسؤول الحشد أمة الشجعان، يقصد فالح الفياض، وفيكم بعض من لا يزال يغلب العقل على الطفقة وشتان بين احتجاجاتنا واحتجاجاتكم التي تريد عقد جلسة برلمان لتشكيل حكومة توافقية مجربة، رغما على أنف الشعب وعصيانا للمرجعية وتغافلا عن الآراء الدولية بل والإقليمية. خلونا نشوف الصورة اللي وراها. طبعا هذا رد من كتلة صادقون النيابية، النائب علي تركي الجمالي يقول، أو الجمالي يقول: الصادقون صادقون الوعد، يقول ثابتون على العهد. طبعا هنا يرد علي تركي على صالح محمد العراقي وما ذكر في التغريدة السابقة، ويقول: من حساب معروف إلى حساب وهمي، صدقت وكذبت. صدقت بالإشارة طبعا إلى قيس الخزعلي، يقول: هو كبيرنا الذي يسير بنا ببصيرة العارف الخبير الذي اعتزلكم بعد أن رأى الحق لا يعمل به، لا يعمل به، والباطل لا يتناهى عنه. وكذبت حينما تكلمت بهتانا عن من ضحى بالنفس والنفيس ولم يكن معكم شريكا في حطام دنياكم وسياستكم الفاشلة الفاسدة، فأصبحتم للمجاهدين خصوم وتحاولون تسقيطهم بالفساد الذي أنتم فيه غارقون. لذلك سيكون طرحنا القادم مفصلا للفساد، أو مفصلا للفساد والفاسدين. طبعا هذا رد من كتلة صادقون بزعامة زعيم ميليشيا
العصائب قيس الخزعلي. نشوف رد آخر أيضا جاء أيضا من صادقون، يقول عدنان فيحان الدليمي، يقول نفس الكلام: صادقون على الوعد ثابتون على أهل. لن نجهد أنفسنا كثيرا بالرد على من رمتني بدائها وانسلت، ولا نحتاج إلى التوضيح لأن شمس الواضحات لا يغيبها غربال التغريدات. وكما قالوا: عندما تأتيك المذمة والتجريح من منافس اعلم أنك أتعبته وأوجعته. أما بخصوص الكبير قيسنا فطبعا يقعد يمدح بقيس الخزعلي. أيضا هناك ردود أخرى مشاهدينا الكرام جاءت من مواطنين عراقيين متفاعلين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الحديث الدائر ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وما بين تحديدا يعني كتلة صادقون طبعا، وكذلك الحديث الذي جاء من صالح محمد العراقي. نشوف في الصورة القادمة ها طبعا هذا رد من قيس الخزعلي بالنسبة للتصعيد الذي جرى، وهو خرج بهذا البيان في محاولة منه يبدو للتهدئة كما يبدو. يقول: بكل صدق أقول لكم وبكل إصرار أطلب منكم التوقف عن المناكفات أو أسلوب التصعيد والتنابز، نبقى جميعا أخوة ويبقى عدونا واحد، فالتصعيد والتوتر والتأزيم لا يخدم إلا مصلحة العدو المشترك الذي يتربص بنا الدوائر. السؤال هو: هل يحق لقيس الخزعلي أو لأي زعيم ميليشيا في العراق أن يتحدث بهذه الطريقة الدبلوماسية وبلغة الحوار وبلغة المحبة ومحاولة تهدئة الأمور وهم الذين يقودون فصائل مسلحة قتلت العراقيين الأبرياء بلا ذنب؟ نشوف صورة أخرى، هنا تبدأ الردود. طبعا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدوا اجتماع مع الإطار التنسيقي بعيدا عن التيار الصدري، كان اجتماعا مغلقا، فكان هناك حديث منه سنأتي إليه بعد قليل. لكن على العموم يقول: من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الحالية السياسية الحالية والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور على أرضية المصالحة الوطنية، يقول بما يصب لمصلحة الشعب وكذا من هذا الكلام، وفي هذا الصدد أدعو كل الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي ومنح المساحة الكافية للطروحات. هنا طبعا كان حديثا للتهدئة. نشوف الوراها، تبدأ هنا بعض التغريدات التي جاءت مع وسم الثالوث الإطاري المشؤوم، والتي الجملة التي ذكرت في حديث صالح محمد العراقي تقول: ريم قيس والمالكي والحكيم رأس الفتنة، وكل دم راح يسقط هو بسبب تبعيتهم وفسادهم ومصالحهم، الشعب رفضكم والناس ملت منكم ومن فسادكم. هذه مواطنة عراقية أدلت برأيها، هكذا ترى هذه الأحزاب زعماءها. شوف صورة أخرى مع اللي فتح الفاسدين، هنا حديث سيأتي على ذكر الجانبين. يقول: يحاول الإطار جر التظاهرات السلمية إلى المواجهة المسلحة كما فعل في تظاهرات الغربية عام 2013 لتهديم محافظات الجنوب، كما هدم محافظات الغربية عندما استفز مرارا وتكرارا وبطريقة قذرة المواطنين المتظاهرين. يأتي بتغريدة أخرى يقول: وختمها بإدخال تنظيم داعش الإرهابي إلى تلك المحافظات لتقديم ميليشيات الإطار، لتقدم ميليشيات الإطار لاحقا نفسها كمحررة لهذه المحافظات التي هدمتها وخربتها أحزاب الإطار نفسها، لكن لن يفلح الساحر من حيث أتى. هذا رد أيضا على الإطار التنسيقي. خلونا نشوف رد آخر. عمار يقول، وهنا طبعا من عمار يأتي الرد على صالح محمد العراقي لما ذكره في حديثه أو في هذا البيان الذي نشر في موقع تويتر عندما أشار إلى العقلاء فالح الفياض وهادي العامري. فالح الفياض الذي نشر له مقطع قبل أيام وهو يتحدث بطائفية ويبيح قتل السنة الأبرياء الذين يقبعون في السجون أو السنة الذين يقبعون في السجون. عمار يقول: وزير الصدر يمتدح شيخ الإطار العامري ومسؤول الحشد الفياض ويقول عقلاء، لعد من طيح الله حظ هيك إصلاح، وهذا دليل أنها مو ثورة على النظام وإنما مصالح شخصية. هذا رد. هل ترى سينتبه
إلى هذا الرد؟ التيار الصدري، هذا العامري المعروف بولائه لإيران، المعروف الولاء المطلق، التبعية المطلقة. إذن كيف يرفع التيار الصدري شعار لا للتبعية وهو يتعامل أو يصف أحد الأتباع الإيرانيين بأنهم ضمن العقلاء، والطائف الآخر اللي هو فالح الفياض؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام لإبداء آرائكم بشأن ما نتحدث عنه اليوم في حلقتنا لهذا الأسبوع من قضية الصراعات السياسية. هل تتوقعون بأنها ستتحول من صراعات كلامية إلى صراع مسلح على أرض الواقع؟ ومن سيبدأ هذا الصراع؟ معنا دكتور أحمد من ألمانيا، تفضل حياك الله. دكتور أحمد موجود؟ نعم أخي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي صوتي واضح؟ واضح نعم، بس أريد الشباب يرفعوا لي الصوت لو سمحتم. نعم أخي، الكل يعلم بأن العراق بلد فاقد للسيادة ويدار من قبل إيران عن طريق أذرعها اللي موجودة داخل العراق، والقرارات المصيرية التي تتعلق بحياة الشعب العراقي وبالخدمات التي يجب أن تقدم للشعب العراقي تتخذ من طهران وما على الحكومات أو ما يسمى بالحكومات الكرتونية التي تنصب في العراق إلا التنفيذ. الجميع يعلم أن مصدر عدم الاستقرار في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا هو التدخل الإيراني. نشوف أنه خلال هذه الأيام بعد أن يعني صعدت نبرة التهديدات ما بين الإطار التنفيذي من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، نشوف نزول الكتائب حزب اللات العراقي إلى الساحة ونزولها بقوة. نزولها أنا حسب ما أتواصل ويا بعض الأخوة المطلعين على الأمور من خارج العراق، الآن كنت أحكي وياه قلت له أكو عندي فد مقابلة أريد، قال لي الإيرانيين ما راح يجون يدخلون من خارج البلد، الإيرانيين أبو مهدي المهندس عليه من الله ما يستحق. نعم. لعنه الله ولعن كل ذنب لدول الجوار. أقام لهم معسكرات في أقام لهم مستوطنات في جرف الصخر، وعندما أراد رئيس الوزراء العراقي زيارة المنطقة منعها الحشد الشعبي ومنعها أبو مهدي المهندس، يقول موجودين هم في جرف الصخر كمركز تجمع، وأما القيادة موجودة في مركز عبد العزيز الحكيم ومركز محمد باقر الصدر، والجهد الاستخباراتي والجهد تحليل المعلومات وجهد إصدار القرارات الميدانية هو من منطقة الجاذرية. أيضا هناك نقل لبعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة بين قطعات حزب اللات هذه وقطعات الإيرانية الموجودة في جرف الصخر، اللي راح تلبس ملابس يعني حزب اللات وتنزل على أساس بمسألة حفظ السلم الأهلي. شفنا دكتور بس يعني بس جملة واحدة، أخطر ما موجود في 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 أمر حزب الله أنه يصرحون بأن لديهم حرية اتخاذ قرارات ميدانية، هذا معناته إعدامات، وكذلك يصرحون بأنه عملا بالتكليف، وهذا أيضا يوحي بأن هناك فتوى صادر من مكتب الولي الفقيه في طهران، هذا قد يقود إلى محاولة اغتيال الصدر. نعم أخي، نجي إلى نقطة، طبعا احنا حاولنا التواصل مع أعضاء بالتيار الصدري، تعذروا عن المشاركة الإعلامية، قالوا بأن هناك توجيهات لا نستطيع، لكن هناك أسئلة نود أن نطرحها ربما قد نجد إجابة أو تفسير لها عند حضرتك أو عند بقية المتصلين. أنه اليوم مقتدى الصدر عندما دعا إلى تظاهرة مليونية كما وصفها اللي هي يوم السبت المقبل، ثم تراجع عن هذا الموضوع حقنا للدماء كما قال، وأن هناك مساعي خبيثة للاقتتال الداخلي وما إلى ذلك، إذن هنا قد نفهم بأن هناك تهديدا قد جاء إلى مقتدى الصدر، قد يشير أيضا أو أشار في وقتها إلى أن هناك صراعا أو إشعال للشارع قد يحدث. السؤال هنا كيف يمكن أن يتحقق التغيير الذي يصبو إليه التيار الصدري أو الذي مثل ما دعا تغييرا جذريا إذا هو يواجه بتهديدات مباشرة من قبل الإطار التنسيقي وميليشياتهم بالاقتتال الداخلي؟ كيف يمكن أن تتحقق أهداف أو مساعي الصدر بالتغيير إذا كانت تواجه دائما بتهديد وينسحب إثر هذا التهديد؟ أخي مع الأسف أنا أقول أنه التيار الصدري فاقد للبوصلة، والتيار الصدري في محنة،
هو يعني وقيادات التيار الصدري الآن في ضغط من الشارع العراقي ومن الشارع الصدري، وأيضا عليهم كثير من الضغوط الخارجية والداخلية. أخي الكريم، هي ليس فقط تهديد بحرب شوارع وحرب شيعية شيعية، المشكلة أن هناك تهديد قوي للصدر من قبل مكتب السيستان ومن قبل مكتب الحائري باستصدار فتوى ضده بأنه ضال مضل، وهذه مشكلة. كذلك نرى أنه لأنه الصدر مقتدى الصدر هو ابن مرجع وليس بمجتهد، الآن الإطار التنفيذي يستخدم كثيرا عمار الحكيم بصفته أيضا من عائلة مرجع وليس بمرجع، هذه يجب أن نراقبها جيدا. أخي الكريم، الآن التيار الصدري لا يستطيع أن يدخل في حرب ضد هذه المجموعة، ولذلك يدعو إلى إقامة نقاش أو جلسة علنية تنقل مباشرة على التلفزيون لكي يفضح ولاء الأطراف الأخرى إلى إيران وعمالتهم لإيران. كل ما في يد الصدر هي بعض ورقات لربما إعلامية وسياسية، ولكن ليس لديه ورقة عسكرية. أنا ما أقوله أنه أولا وأخيرا هناك ثلاثة أمور تحدث 100%. أولا، الصدام الغربي الروسي يحدث، والغرب الصيني يحدث، والإسرائيل الإيراني يحدث، والصراع الشيعي في العراق يحدث، وهذا محور حديثنا. طيب، يعني أنا بس عندي سؤال لو سمحت. بالنسبة لي الحديث وجلسة الحوار والنقاش، طبعا الجلسة الأخيرة التي عقدت برعاية مصطفى الكاظمي لم يحضرها التيار الصدري، بل هاجمها وقال هذه جلسة لم تخرج بشيء جديد، كانت جلسة مصالح، جلسة تفاهمات على المناصب على النفوذ، لم تخرج بشيء يخدم الشارع. ما الفائدة من وجود جلسات سواء كانت في السر أو في العلن إن كانت تدور ضمن نفس الوجوه ونفس الأحزاب الفاسدة التي تحكم العراق؟ أخي الكريم، أولا كان في يعني لدى الدول المحترمة رئيس الوزراء لديه منزل، ولكن في العراق رئيس الوزراء كنائب عريف في شرطة محافظة، هذا قدره، هو عبد المأمور لدى الصدر ولدى المالكي ولدى إيران ولدى أصغر عنصر من عناصر الحشد، فمن هو الكاظمي لكي يقرر ويعقد جلسة؟ هذا أولا. الشيء الآخر، نرى أن الصدر يقول كل ما يريده الشعب منكم أيها المؤتمرين أن تتركوا كرسي الحكم الذي اغتصبتموه، ولكن نسى أو تناسى الصدر بأنه هو جزء من المغتصبين لكرسي الحكم. الشعب ليس فقط لا يريد الإطار التنسيق، ولكن لا يريد كل الوجوه الكالحة التي تتحكم بالبلد من 20 سنة ولحد الآن. لذلك أقول حتى عندما تكون هناك جلسة علنية أو جلسة سرية يشترك فيها الوجوه القديمة، فلا يمكن للشعب العراقي أن يتأمل خيرا من هذا. الخير في أمرين، إما السكوت والخنوع وإلحاق العراق بإيران كمحافظة إيرانية أو كأقليم إيراني، وهذا قمة يعني الهاوية، قعر الهاوية، وإما رفع السلاح بوجه الظلمة، كل الظلمة. نعم، الآن أنا أدعو الشعب العراقي إلى الانضمام إلى التيار الصدري ضد الإطار التنفيذي، وبعد ذلك أيضا الإطار التيار الصدري لا يصلح لقيادة قطيع غنم وليس طيب هنا نقطة مهمة. هنا نقطة مهمة من الحديث الذي والدعوات التي حدثت مؤخرا، كان هناك دعوة واضحة لنزول العراقيين إلى الشارع للانخراط في المظاهرات التي يدعو إليها التيار الصدري. هل يريد مقتدى الصدر أن يستقوي بالشارع للصمود أمام الإطار التنسيقي وميليشياته وهذه التهديدات المتعلقة بصراع محتمل بحرق العراق وما إلى ذلك؟ الحقيقة التيار الصدري لديه من القوة البشرية الفاعلة في الشارع العراقي، يستطيع أن يقلب الشارع رأسا على عقب، ويستطيع أن يطوق الإطار التنفيذي إعلاميا وجماهيريا، ولكن هو يعلم جيدا بأن الشعب العراقي لا يقبل به أيضا. يعني هو والإطار التنفيذي هم عبارة عن وجهين لعملة واحدة بالنسبة للشعب العراقي، لذلك يريد أن يتغطى بورقة الشرعية وبأن الشعب العراقي خرج منتفضا ضد الطغمة الحاكمة وليس التيار الصدري، عسى أن تلمع صورته لدى البعض المغفل، مع احترام شديد للإخوة العراقيين وعلى العراق الحمد لله. ولكن هذه لا تنطلي على الجميع، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنا الآن أقول أن الخروج مع التيار الصدري، مع علمنا بأنه قاتل، بأنه
فاسد بأنه مشترك في العملية السياسية من 20 سنة، ولربما هو مركز التفقيس لكل هذه التنظيمات الإرهابية. الخروج معه ضد الإطار التنسيقي لربما هي خطوة بالاتجاه الصحيح. شكرا جزيلا دكتور أحمد من ألمانيا للمشاركة. ويانا أبو عبد الله من أربيل، تفضل أبو عبد الله، حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحي المشاهدين من قناتكم البطلة. أهلا وسهلا، وأشكركم على البرامج الحلوة هاي والله تقدموها. الله يسلمك، أشكركم وايد. الله يخليك أستاذ. أنا باي أي حرب شيعية شيعية ما راح تصير. أنا قبل مدة هم حكيتها، قلت كل هالأفلام دي الانسداد السياسي وما ادري شنو، وجيب ودي وطبت البرلمان ومظاهرات وجيب ودي وطبعتين، كلها هم غرض ايران يردون يستنسخون حزب الله حسن نصر الله جديد بالعراق. حسن نصر الله ويكون ابن سيد همينه، ويعني حتى العراقيين اذا سنه او كرد او شيعه حتى يخافون ان يغلطون عليه. يعني كودا جده الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون إيمان العراقيين شلونه. ولا شو عقيق حسب ما سمعنا من مقالات الأنباء وشغلات إنه رايح للسعودية، صح؟ طيب هسه المهم صح رايح مو حقيقة؟ ما تأكدت هذه الأنباء أبو عبد الله، تفضل. رايح للسعودية هسه بهالظرف هذا، مو كان يقولوا له انت راح يم السعوديه والسعوديه تجي تطبع ويا اسرائيل ويجي تجون تطبعون ويا فلان وفلان؟ ليش ما نسمح الحكي من الاطار التنسيقي هسه؟ ليش ما نسمح؟ جاوبني، شوف ليش ما نسمح؟ ابو عبد الله انا اسال وحضراتكم المشاركين انتم اللي تجاوبون على هذه التساؤلات، انت ليش برايك؟ شوف يعني شوف حكيهم هسه محتاجين الكرد والسنه تنشغلون. قبل كان مسعود بارزاني، هسه السيد الرئيس مسعود بارزاني يقولون هو متفق ويانا ولازم ما يحلون البرلمان. طبعا ما راح يقعدون ما ينحل البرلمان، ليش؟ لان عندهم امتيازات وشغلات ويستفادين من الناس هذول اللي طبوا البرلمان ما يطلع. حسب قولك صاحبنا هذا المتظاهر اللي بالبرلمان ايش قال؟ قال يعني أبو عبد الله قيس الخزعلي لما يعني كانوا في البرلمان موجودين بعد ما انسحب التيار الصدري من البرلمان وانسحبوا نوابه، كان يقول بأنه هذا طبعا في البداية قبل لا ينسحب الإطار التيار الصدري، قال نرفض البرلمان وخرجنا نتظاهر ضده لأنه طفل غير شرعي وجاء بأوامر من طحنون في غرفة إماراتية وكل شريف يرفضه. بعد ما الآن صارت هناك دعوات من مقتدى الصدر لحل البرلمان، رجع قيس الخزعلي شي يقول نؤيد البرلمان ونرفض حله وخرجنا نتظاهر وندافع عن الشرعية لأن البرلمان جاء بأصوات ناخبينا وعلى كل شريف يخرج معنا يدافع عن البرلمان لأنه شرفنا وعرضنا. تناقض 100% بالتصريحات، اللي يخدمهم يصبح شريفا وطنيا دستوريا قانونيا شرعيا، وإذا كان ضدهم فأصبح مؤامرة أحيكت في غرفة مظلمة في دولة أخرى وما إلى ذلك. ذولا اللي يقيسون الأمور ويقيموها في العراق بهذه العقليات، بعقلية التآمر، بعقلية المؤامرات الداخلية والخارجية، هل يمكن أن يقودوا البلد بشكل صحيح؟ هل أصبح لهم أو هل بقي لهم مكان أصلاً ليحكموا العراق؟ أستاذ هم شوف طلعوا مظاهرات بالأخير على أساس ضد التيار الصدري، اللي قالوا دفاع عن الحق، صح؟ مو هيك قالوا؟ زين أستاذ، هو من معطل الدستور اصلا؟ شوف الماده 140 قالوا فاتت مدتها. مواد ثانيه من تشريع النفط والغاز ليش ما تشرعون؟ لان بها بوقت تابع لهم او للاقليم للصبعتين. شوف هم الدستور هم ضاربين عصر حائط، يعني الدستور بكيفهم يستنقون منها اللي يعجبهم
هذا خوسادني اللي عجبه هذا إماراتي سعودي خليجي إسرائيلي أمريكي وما يجيبون باري إيران. شكرا جزيلا أبو عبد الله من أربيلا، نشكر حضرتك. ويانا أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. الله يسعدك، حياك الله. أبو علي من بغداد، أهلا وسهلا. بالنسبة لهذا أبو ألماني أحمد، أي يحكي على أبو مهدي المهندس، هذا الشهيد الله يرحمه. طيب، هذا الشهيد قاتل الدواعش شلون يكبه؟ تمام، وقاتل العراقيين الأبرياء أيضا. عموما شوف، حتى لا ندخل بهذه الجدلية، لكل واحد وجهة نظره. أنت تعتقد بأن هذا الإرهابي الدولي المصنف إرهابي، اسمعني المصنف إرهابيا دوليا بحسب دول العالم، أنت تعتبره شهيد؟ بس اسمح لي، بس راح أقول لك شغله يا أخي، حتركك تكمل. والله أنت تعتبره شهيد رغم أنه العالم والعراقيين فرحوا بقتله؟ إذا هذا وجهة نظرك، غيرك يشوفوه إرهابي دولي، سفاح دماء، قاتل للأطفال. تفضل. والله أنا أقول بس العدو محمد. نعم أستاذ محمد، خلنا نسولف. تفضل. مثل ما الجماعة تسولف وأنا قبل أسولف. نعم تفضل. يا الله شهيد الله يرحمه، كأنه كان حسين سلام الله عليه. احنا هسه بالنسبه لحضرتك هكذا تقيم وترى الرجل، هكذا ترى ابو مهدي المهندس، انت حر، هذه وجهه نظرك. لكن انا عندي سؤال الان فيما يتعلق بالوضع السياسي القائم في العراق، شنو اللي تشوفه بالمرحله القادمه؟ هل حيصير صراع مسلح؟ هل اكو طرف برايك هو اللي حيبدا الصراع؟ لو هاي لعبه سياسيه حتنتهي بالمفاوضات؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله الشيعة ما تبقى. نعم، الشيعة الشيعة الشعب لو الشيعة السياسيين، ان شاء الله الشيعة ما تقاتل، وانتم مكيفين تقاتل، مكيفين متحمسين. نعم. مرتاحين. طيب منو قال لك؟ منو قال لك؟ بس اسمح لي، منو قال لك؟ ان شاء الله لطار شكل الحكومة. تمام. طيب الاطار صار له 20 سنه ابو علي، الاطار التنسيقي بس اسمح لي هاي هذا الكلام اذا داخل ابو علي اذا داخل تقعد تتهمنا اتهامات طائفيه او اتهامات بالطائفيه، او تقعد تتهمنا اتهامات انت اصلا ما عندك لها مصدر، فرجاء يعني ابعد هذه الاتهامات او هذه اللغه المعتاده من زعماء الميليشيات والأحزاب بالعراق. خلينا نتكلم واقع. سؤالي لحضرتك، الإطار التنسيقي اللي صار لعشرين سنة يحكم العراق، مو بس الإطار التنسيقي، الأحزاب الموجودة الآن ضمن الإطار التنسيقي وخارج الإطار التنسيقي، إيش حققوا للعراق وما الذي قدموه لهذا البلد حتى يستحقون فرصة أخرى لحكم العراق؟ شلون؟ ألو ابو علي تسمعني؟ ابو علي، ابو سيد محمد. نعم. زين الحلبوسي. نعم، شبيه الحلبوسي. زين الحلبوسي مو من حكم، زين مسعود مو من حكم. نعم 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 ابو علي انا ما قلت لك. نعم. انا ما خصيت طائفه ولا خصيت حزب، انا بدي اقول من يحكمون العراق من الاحزاب، كل الاحزاب التي تحكم العراق، اسمعني، كل الأحزاب التي تحكم العراق من عام 2003 من دت على طار أسد مقتدى، أنت تقول مقتدى زيني وهذا بيأتي. طيب نعم، الحلبوسي مو بالحكم. نعم، مو صار 20 سنة. نعم، لا مو 20 سنة بس هو موجود بالحكم. نعم، الخميس الخجل مو بالسيادة. تمام، انا هسه يا طيب، شكرا ابو علي، شكرا. انت تريد تحولها بشكل او باخر طائفيه. السؤال واضح، السؤال لمن يريد ان يجيب على هذا السؤال، السؤال لمن يفكر مثل الاخ ابو علي، يا جماعه ما الذي حققته هذه الاحزاب؟ ما خصينا لا سنيه لا شيعيه لا مسيحيه لا كرديه، ما خصينا لا طائفه ولا قومية ولا عرق ولا دين ولا مذهب، ما خصينا أي أحد، نتحدث بشكل عام، ما الذي حققته هذه الأحزاب التي تحكم العراق من عام 2003 أو من 2005، من أول
حكومة تشكلت بعد أول انتخابات، ما الذي قدموه للعراق وهم لا يزالون في الحكم؟ اليوم أبو علي يقول أنه وإن شاء الله الإطار التنسيقي يلزم الحكم مرة ثانية. هل الحكم خرج من إيد الإطار التنسيقي أصلاً؟ هل الحكم خرج من إيد الأحزاب التي تحكم العراق؟ نفس الأحزاب، تغيرت بعض الوجوه لكن هي تابعة لنفس الأحزاب، صار لها تحكم 20 سنة. 20 سنة اليوم البلد من سيء إلى أسوأ. إيش قدموا للعراق؟ إيش قدموا للعراقيين؟ ما الذي حققوه للأمن، للاقتصاد، للصحة، للتعليم، للكهرباء، للخدمات؟ إيش قدموا حتى أنت تتمنى أن هم يقوم بالحكم مدة أخرى ويلزمون الحكم بعد؟ وعدوك بكهرباء، وعدوك بال 2013 العراق يكتفي ذاتيا من الكهرباء ويصدرها، وين الكهرباء؟ وعدوك بنظام صحي، وعدوك بتعليم، وعدوك بحصة تموينية. اليوم المواطن العراقي يسير في الشارع يتلفت خايف ليجي واحد يغدر برصاصة أو يرتكب خطأ تصير عليه فصل عشائري، لأنه ماكو قانون، ماكو قانون يحمي ويحقق النظام. وعدوك بهذه الأمور، هل حققوا منها أي شيء كل الأحزاب؟ ويانا أبو يوسف من الدنمارك، تفضل حياك الله. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كادر البرنامج حياك الله. حياك الله. بس دقيقة واحدة ممكن بس أرد على هذا اللي اتصل أبو علي. نعم. أستاذ محمد، هذا أبو علي ما عنده غيرة ولا عنده شرف. أبو لا 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 لا، اسمح لي اسمح لي، لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي أبو يوسف، أبو يوسف هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، طعن بالشرف. اسمح لي يا أخي، اسمح لي. يعني مدفوع اولا، وثانيا هذا ارجوك 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 تحدث، تحدث ب ب بدون تجاوز، بدون تجريح، بدون طعن بشرف وعرض وعرض وغيرها. لا استاذ محمد، هذا كلام يعني كلام غير مقبول. يعني احنا صراحه كنا نشوفه يطلع ويا قاسم سليماني، زين هو هذا اللي بده يحكي ويدافع عنه، ما يشوفه قاعد ويا قاسم سليماني ياكل ويشرب وياه، وهذا قاسم سليماني ارهابي، هو حتى ارهابي. زين انت من تجي تحكي عليه وتقول عليه شهيد وتقول عليه مثل الحسين والحسين منه براء، زين يعني هذا انا يعني ما اتدخل في سياسه قناتكم، بس هيك نماذج اصلا ما ينطيها واحد وجه، يعني حرامات. طالما شوف سيد ابو يوسف، طالما يدخل يتحدث بدون تجاوز خلاص نناقش هذا الشخص واي شخص اخر ويدور بيننا الحوار. أنا بس حتى لا نبتعد عن موضوعنا الأساسي بالحلقة، حتى لا نبتعد عن موضوعنا وندخل بقضية المهندس وغيره. اليوم أكو صراع سياسي، أكو صراع تصريحات، أكو تصعيد باللغة. يعني التيار الصدري اليوم دي يهاجم بشكل مباشر قيس الخزعلي، نور المالكي، عمار الحكيم، يصف هذا الثلاثي بالثلاثي الثالوث المشؤوم، الثالوث الإطاري المشؤوم. طيب تتوقع بأنه المرحلة القادمة ممكن تتحول إلى مرحلة صراع مسلح لو راح يكتفون بهذا التصعيد الخطابي؟ أستاذ محمد، راح يذكر التاريخ في يوم من الأيام أنه جو مجموعة ويا محتل 20 سنة هم يتصارعون بيناتهم. نعم. وكل يوم يوم طلعين شغلة هسه حاليا، يعني أنا أول مرة بحياتي يعني أنا قرأت تاريخ ونقرأ ونشوف ونتابع. نعم. ما شفنا واحد يريد يغير دولة ويغير من سياسة الدولة، تكرم يأخذ البعران ويأخذ الحيوانات يوديها بالمنطقة كلها سفارات كلها تمثيل دبلوماسي. فيعني الصراحة يعني هذا الشيء يعني ما شايفه قبل. هذا الرجل يعني هواية كنا نعتمد عليه نقول هذا عراقي عربي عايش بالعراق ومشان برا، وكنا نقول إنه راح يغير وراح، وكل مرة يوصل مرحلة ويتراجع بيها. يعني كل مره، هاي مو اول مره، يعني اكثر من مره يطلع اتباعه ويطلعهم مظاهرات، وهم كلهم من الطبقه الفقيره المساكين اللي الكسبه يطلعون على امل التغيير، حتى كان منهم اتذكر يطلعون بثوره تشرين. فهاي المشكله انه هو يعني احنا هسه كلياتنا نتمنى انه هو يغير. ليش؟ لان هو عنده ميليشيات وعنده سلاح وعنده عدد يعني غير قليل من الاتباع، بس الصراحة طيب. يعني الواقع يقول غير شكل.
يعني هاي هسه قال انه المليونيه لغت. زين انت يعني باكر همينه راح تقول انه طلعوا من البرلمان وهم راح تكون انتخابات وراح يرجع الشيء نفس الشيء. يعني اللي يريد يغير يا ابو يوسف، اللي يريد يغير فعلا، اللي يعرف انه التغيير الى ثمن، كل الثورات التي قامت عبر التاريخ يعلم من قام بها انهم سيدفعون ثمن، سيضحون بدماء، بافراد، بارواح، باموال في سبيل التغيير. اذا كل مره مثل ما تتفضل اليوم انسحب تحت شعار حقنا للدماء وحتى لا يصير اكو اشتباكات وغيرها، طيب على رايك انت اذا تكرر هذا الموضوع هل ستبقى هناك اي ثقه من الشارع تجاه مقتدي الصدر او تيار الصدري؟ استاذ محمد اني يعني ما ادري، عندي يعني فت قناعه ولو جزئيه خطا انه راح تجي سنويه ثوره تشرين شهر 10. فاني اعتقد هو يعني طلعته بهذا الوقت هو لمجرد التشويش لا اكثر، لانه انا اعتقد انه الشعب العراقي راح هالمره اعتقد انه راح يطلعون كثره، لان الوضع العراقي دا يصير من سيء الى اسوء. والثوره تشرين هواي انا اقرا حتى بالفيس واقرا بالتويتر، هواي ناس يريدون يطلعون ثوره تشرين حتى من عندهم من التيار. فانا اعتقد هو الرجل عرف انه ما له مكان اذا صارت الثوره، فحب يدخل بهاي الطريقه انه هو الاصلاح وانه يريد يغير، لان يريد يغير ما يسوي هاي الاشياء. حاطين هذولك جماعه الاطار مسوين كباب ومسوين لحم، جماعه مسوين سمك يعني ما في شيء. استاذ محمد السياسه مو بهالطريقه، السياسه لها ناس، وهذا الرجل داير ما دايره ناس ضارده ينصحوه باشياء يعني بالخطا. يعني اشياء يعني أنا أشكر حضرتك سيد أبو يوسف من الدنمارك. الحديث الذي يدور الآن من المواطنين العراقيين هي رسائل إلى هذه الأحزاب، إلى من يشاهد، إلى التيار الصدري، إلى بقية من يحملون هذه الشعارات، أنه انتبهوا إذا أنتم تريدون فعلا تغيير حقيقي، تغيير جذري، تغيير صادق، اكسبوا ثقة الناس بشيء حقيقي، لا تظلون تخدرون بالعالم ومتذبذبين ومترددين ورجل لي ورا ورجل لي قدام. يعني هذه رسائل تأتي من الشارع لهذه الأحزاب. ويانا أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد حياك الله أبو علي، تفضل. أنا أوصل لك معلومة وأريد أوصل للشارع العراقي. نعم. عندك علم ابو الزير القائد؟ ايش بيه؟ يعني عندك معلومه عليه؟ ما عندك معلومه شنو هو هذا؟ مثلك مثل غيرك. شخصيته مين؟ شو استاذ محمد؟ اقول لك انا مثلك مثل غيري، يعني مثلك مثل غيري. طيب. استاذ محمد خل اقول لك بوزير القائد. وزير القائد اللي قاعد يتحكم البلد نفوسه 45 مليون. يتحكم ببلد عمره اكثر من 7000. شلون يتحكم بها؟ وزير القائد الله يحفظه ان شاء الله. يعني انا خاف احكي كلمه تقول يتجاوز هذا، فالشخص زعبوط هو تغير. طيب شلون ناخذ مقتدي. تمام، شلون بده يحكم عراق ب 45 مليون؟ مقتدي، شوف خليني اقول لك يا استاذ محمد. ابن اخوك مقتدي اللي قاعد يصرح وقاعد يهدد ويهدد بالاطار، هي مو قضيه اطار، لا دعنا من الاطار، انا لا دفاع عنه، بس هذا قاعد يهدد السلم الالي، قاعد يهدد الشعب العراقي، هذا راح يسبب دمار للشعب العراقي، هذا مدفوع الثمن، انا ما قاعد اعرف، هو كان يدرس في بريطانيا ورجع. هسه بعيدا سيد ابو علي، هسه بعيدا عن شخص المتكلم او شخص الناشر لهذه التصريحات، بعيدا عن هويته هو من ولا كذا، هو خلاص هو معروف بانه هو يمثل مقتدى الصدر. بس لا لا انا سؤالي سيد ابو علي، وبعد عندي معلومه ثانيه. نعم حجيها بس لحظه. بعيدا عن انه هو منه، هو يمثل بالنهايه مقتدى الصدر، لكن كلام مو منطقي مو واقعي اللي انت تفضلت به بالبدايه، انه هذا يحكم العراق. من يحكمون العراق؟ كل من شارك من احزاب في العمليه السياسيه من 2003، حتى لا نذبها براس فلان حتى يطلع منها الطرف الآخر. كل من يحكمون العراق هي الأحزاب اللي موجودة اليوم دا تتصارع، شئنا أم أبينا، حاولنا نضم هاي الحقيقة عن نفسنا لو ثبتناها، هم ذول اللي يحكمون.
هذا تحدثنا به كثيرا. احنا نعرف هؤلاء هم اللي يحكمون كل السياسيين اللي موجودين من بعد إطاحة صدام. هذا اليوم هم موجودين. طيب. بس أنا أريد أوصل لك معلومة، والمعلومة الثانية أستاذ محمد. نعم. هم خلوا أوصلها لك. تفضل. إن شاء الله كلام ثقة ولا بيك كل مزايدات. نعم. صديق مقرب من المنطقة الشاهد الله ورسوله. نعم. إجا حاليا هسه من البرلمان وراواني الصور. يقول أنا دخلت. نعم. شفت البرلمان 30% هم صدرين قح مثل ما يقولوا القائد مالهم، هذول صدرين قح يعني. تمام. 70% شباب من كافة المحافظات روح يتونسون على قضية الونسة والأكل اللي موجود بالبرلمان والمنام والصور وصاحبين تيك توك وتويتر ومدري شلون ويصورون. نعم. يعني على التواصل الاجتماعي. تمام. المهم يقول أنا لما تابعت فد أكو شيخ غريب، يعني تجي قنوات تريد تلتقي في شخص يعني مواطن عراقي يقول يجي له وبالقناة يلتقى بي، يقول بسرعة يجوا جماعة التيار هم كلهم مسلحين، قالوا له ايش راح تحكي؟ أنت دارس؟ عندك شهادة؟ ما عندك شهادة؟ دير بالك تحتدي. يعني هددونا مقدمة تهديد أستاذ محمد. نعم. أنت راح تحكي، ممنوع تحكي على التيار، ممنوع تحكي على السيد القائد، عرفت شلون؟ إلا تحكي بالقناة. يقول فد عصابة موجودة يا أخي. يعني أنا خل أوصل لك المعلومة بعد مين. شلون داعش لما دخل بالمناطق الغربية اليوم التيار دخل البرلمان؟ أنا ما أريد أعطي عليك. شكرا. طيب. لك بالنسبة نعم أنا أشكر حضرتك سيد أبو علي. طبعا اللي تفضل به السيد أبو علي فيما يتعلق ب ذكرى لقضية الموجودين داخل البرلمان أو في محيط البرلمان، أبناء التيار الصدري ومن ينتمون إلى هذا الحزب أو هذا التيار بإمكانهم أن يشاركوا في البرنامج ويردون بالنفي أو بالإثبات على السيد أبو علي. حق الرد مكفول طبعا للتيار الصدري أتباعه أنصاره اللي يريدون أنه يردون على من يتهمهم أو من يطعن بهم أو من يهاجمهم اللي يظهرون معنا على الشاشة، بإمكانكم تشاركون تردون على السيد أبو علي من البصرة أو أبو علي من بغداد، لكم كامل الحرية. ويانا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل. تحية لك سيد محمد الوردة وإلى قناتكم الوطنية وإلى موضوعكم الرائع جدا اللي مثل بقية مواضيعكم. الله يسلم. طبعا السؤال الجميل جدا هو هل راح يصير حرب لو ما يصير حرب؟ أنا جابك ما يصير حرب، لأنه أنا أكثر من مرة ذكرت أنه راح تنتهي بوس عمك بوس خالك هاي لك هاي لي. بس أذكر لك من كنا صغار كنا نلعب طوبة، ما عندنا فلوس طوبة، كان أحد المعين سوريين يشتري طوبة جريجر وما يعرف يلعب، فهو لا يقول له ياخذ الطابه ويروح، فالحين شو يسوي؟ نختار نخليه يقول. نعم. هي نفس العمليه بالضبط، نفس العمليه، لو العب له اخرب الملعب. والا انت شوف ترى الشعب مغيب في هذا الموضوع، مغيب تغيير كامل، لانه نسبه الشعب اذا اعتبرناه 40 مليون، اذا اعتبرنا انه 40% خارج اطار التصويت، يبقى 60% يعني عددهم 24 مليون. من هاي 24 مليون ترى شاكر بس 4 ملايين، هاي ال 4 ملايين من هم؟ هم جماعه الأحزاب اللي موجودة بالسلطة واللي فاز بها السيد مقتدى ب 73 صوت، والأكراد معروفة نسبتهم 17% 40 صوت، والبقية هاي المسميات. فلذلك حرب ما راح تصير، لأنه أصبحت الموضوع كل ما يطول كل ما يضعف، معروفة هاي الشغلة، كل حاجة كل ما طالب كل ما ضعفت، والمطالب أصبحت هي مو مطالب شعبية، لأن المطالب الشعبية هو حل الدستور وإعادة كل شيء إلى وضع الصحيح، لأن يعني كل حاجة مو بوضعها الصحيح. فبالمحصلة النهائية يجب إلغاء الدستور وليس إعادة الانتخابات. إعادة الانتخابات ما راح تجي. طيب أنت سيد أبو أحمد، أنت حضرتك تقول بأنه هذه مسرحية ليست حقيقة، هذا الصراع ليس حقيقيا، ما راح يتحول إلى صراع شارع، يبقى مجرد حديث وكلام. شنو تفسيرك إذن أو تعليقك على هذه اللغة المستخدمة اليوم، اللغة الصريحة المستخدمة من قبل التيار الصدري أو الإطار التنسيقي ضد بعض، يعني توصيفات تحجيم من حجم من قيمة المقابل، تصغير، احتقار، تجاوزات أيضا لفظية في بعض الأحيان، محاولة لكشف مفاسد وفضائح الطرف الآخر، هاي كلها تعتقد بأن هي حتمر مرور الكرام ويرجعون على طاولة واحدة؟ إيه نعم سيد محمد الورد. تدري ليش؟ لأن كل واحد يدري بنفسه أنه هو فاسد، وكل واحد يدري بنفسه أنه ما قدم أي شيء إلى الشعب. بس المشكلة دائما يطرحون عناوين
ما يطرحون تخصيصات، يعني ما يقولون فلان ابن فلان هو الفاسد. مثل ما ذكر مثل توظفت حضرتك سنة 2013 طلع، سنة 2011 طلع حسين الشهرستاني قال سنصدر الكهرباء سنة 2013، بعدين طلع وقال المالكي وقال كلنا فاسدين وكلنا سبب هذا الدمار. هذا الكلام شنو يعني؟ بالنتيجة النهائية رجعت نفس الوجوه تتباحث وإلى الساحة، معناته هم واحد يذيب الله فاسد بس ما حد يتهم الله اتهام مباشر، وبالمحصلة النهائية بوس عمك بوس خالك هاي لك هاي لي. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الوردي. شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بريطانيا، أشكر حضرتك. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه هي الآراء التي وردتنا بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع. يبقى السؤال قائما، هو من سيطلق الرصاصة الأولى إن حدث هذا الصراع؟ وهل فعلا سيكون هناك صراع أم كما يرى البعض بأن هذه مجرد مسرحيات، مجرد لعبة سياسية ستنتهي بمفاوضات، ستنتهي بالحصول على الامتيازات التي يريدها طرف ضد الآخر؟ وطبعا بالنسبة للي يتمنون أن الإطار التنسيقي هو الذي يستلم الحكم، أو الذين يعتقدون بأن التيار الصدري هو الذي يجب أن يستلم الحكم، في النهاية السؤال الأهم الذي يطرح أنه ما الذي حققته هذه الأحزاب طيلة هذه السنوات التي مضت؟ هل هي جديرة بحكم العراق مرة أخرى؟ هل هي جديرة بثقة المواطن العراقي؟ هذه كلها أسئلة تطرح دائما ولا تزال إلى أن نجد حلا لها أو إجابة عليها. أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.